بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيها السادة المشاهدون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الإيمان والخلق. بالطبع نحن في واحة يظلنا بها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا وسهلا بكم أستاذ علاء، جزاك الله خيرا. وإياكم. درجنا في حلقات ماضية نتحدث عن أسباب الشقاق الزوجي. هذه الأسباب التي تتسرب إلى علاقاتنا الزوجية، إلى أسرنا، وربما لا نتنبه إليها، وربما لا نصيخ أو نصغي إلى من نبهنا إلى خطورتها، فبالتالي تدخل وتكبر ككرة الثلج، ثم تفعل فعلها في هذه الأسرة التي هي لبنة أساسية من لبنات المجتمع، ومن تكرارها يتشكل جدار المجتمع. تحدثنا سيدي الأستاذ عن مسائل كثيرة، منها الجهل، ضعف الإيمان، سوء التصرف، عدم الكفاءة، التعالي. في الحلقة الماضية تحدثنا عن الطمع المالي، وتحدثنا عن الغياب الطويل، غياب الزوج يعني آثر عمله على أسرته، فالتغى وجوده كزوج، وألغى يعني شخصه ورسالته بكل معنى الكلمة، وراح يلهث وراء عمل هذا العمل استهلك كل وقته. بالتالي هذه المسائل، يعني أي جنوح، أي عدم اعتدال في أي جانب يدفع ثمن الإنسان في الجانب الآخر. الآن نكمل في أسباب الشقاق الزوجي، وهذه رسالة لكل من يشاهد، لكي يحرص ولكي يتنبه ولكي يسد تلك الثغرات التي تأتي منها رياح سموم. نعم سيدي الأستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. آمين. أستاذ علاء جزاك الله خيرا. من هذه الأسباب سوء الظن، ولا بد من مقدمة. المقدمة أن الإنسان خصائصه حيادية وحظوظه حيادية. معنى خصائصه، الإنسان بغار، هي خصيصة. ما معنى حيادية؟ يمكن أن توظف في الخير أو في الشر، يمكن أن توظف للتنافس بين طلاب العلم وبين البطولات وبين إحقاق الحق، يمكن أن توظف هذه الخصيصة الغيرة، هو إلى مصطلح آخر الغبطة، وبالدنيا الحسد. نعم. بس هي خصيصة ثابتة، بس حيادية، تقيم في ضوء استخدامها. فالذي عنده غيرة، هذا هي صفة حيادية صماء. إن غرت من إنسان متفوق في الانحراف أو في كسب المال الحرام أو في الإيقاع بين الناس أو في بناء قوته على أنقاض الآخرين، فهي الحسد المزموم. أما إذا غرت من إنسان صالح متفوق، له خدمات لمجتمعه، متألق، عالم، فهذا الغيرة المحمودة. الآن الغيرة إلى وضع سليم، وضع صحي، وضع سوي، فإذا زادت عن حدها المعقول انقلبت إلى سوء ظن. هناك مستوى، مستوى صحي، صحي، يعني في حد أدنى لا بد منه للغيرة على الزوج. نعم. والغيرة
الله يغار على عبده المؤمن نعم. أن يلتفت إلى غيره. هلا إذا أشرك به نعم الله يغار. والله نعم. إني لأشد غيرة من سعد، وإن الله لأشد غيرة مني. الله. فالغيرة صفة حيادية توظف في الخير أو في الشر. من نتائج الغيرة المرضية سوء الظن، لكن متى يكون سوء الظن عصمة؟ متى يكون القول الصحيح احترس من الناس بسوء الظن؟ لا. متى نقول سوء الظن له وظائف إيجابية؟ شخص لا تعرفه إطلاقا يجب أن تعامله لا بسذاجة ولا بجهل، بيقظة. يعني دينته مبلغ خذ منه إيصال تماما. في إنسان بيهمل الوثائق بيسكن بالمحاكم، يعني هي كفالة له نعم. في أن يحصل على حقه. قال له يا عمر ما بلغ من دهائك؟ قال له والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال له لست بداهية؟ أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. الله حاسب كل نعم. الأمور نعم. فالغيرة حالة سوية وحالة أساسية وسمة عميقة بالإنسان، لكنها حيادية صماء بحسب توظيفها تقيم. نعم. إن وظفت غيرة في الخير والعمل الصالح وطلب العلم كانت الغبطة، وإن وظفت بغير ما ينبغي كانت الحسد. الآن الغيرة لها وضع صحي معتدل، فإذا زادت عن حده انقلبت إلى سوء الظن، وسوء الظن له جانب إيجابي وجانب سلبي. الإيجابي سوء الظن عصمة. نعم. عمل عقد، دخلت مع إنسان بشراكة والمقر باسمه، لا اطلب يكون باسمك. لو نجح المشروع نجاح مذهل قد يدخل إلى نفسية نعم. الطرف الآخر أن يستأثر به تماما. بدك المبلغ أخذته قرض منك ما أخذته شراكة، وقعت آلاف المرات صحيح. لأنه تكاسل يعمل عقد وتكاسل أن يسجله في محكمة البداية. التوقيع ما له قيمة، في دعاوى التوقيع بتم 10 سنوات أحيانا نعم. أن يسجله في المحكمة، مدام مصير المحكمة خلص نعم. فلذلك احترس من الناس بسوء الظن، اطلب عقد، اطلب إيصال، اطلب وثيقة. أما أن تبقى الأمور سبهللة بلا تسجيل نعم. أي شيء مزعج جدا نعم. هيك احنا وسعنا شوي المفهوم. جميل. يعني يجب أن نحترس من الناس بسوء الظن نعم. هلأ سوء الظن عصمة تعصمك من أن تتورط. يعني عرت سيارتك إيه عرته مرة كنت أنا في الحج، يعني إنسان ما وجد معي حاجات إطلاقا عشان بحفظة صغيرة، قال لي هل لك أن تأخذ من بعض حاجاتي؟ ما معك وزن؟ قلت ما في مانع بس افتح لي اياها لشوف. جميل. لو فيها مادة ممنوعة أو مهربة أنا مسؤول صرت. صحيح. افتحهم، فتشت لقيت كلها ملابس ما في مشكلة ووافقت. جميل. سوء الظن عصمة. احترس من الناس بسوء الظن، الحزم سوء الظن. الحزم سوء الظن. لكن النبي الكريم كان يحذر الناس ويحترس منهم من دون أن يطوي بشره عن أحد. جميل. سوء الظن من الداخل، من برا في مودة وفي لطف وفي جواب لطيف وفي في اعتذار لبق وفي كلام معقول وبس. ما مو معنى إذا أنت لا سمح الله واحد أساء الظن بإنسان يجرحه يهينه أبدا. كان يحذر الناس ويحترس منهم من دون أن يطوي بشره عن أحد. جميل. بشره للجميع، لكن سوء الظن الذي هو رذيلة، يعني بشاشة وجهه كانت نعم. للكل, للكل. نعم. أما سوء الظن الذي هو رذيلة وهو خلق ذميم، أن تسيء الظن بلا دليل. نعم. بلا دليل دخلت للبيت عم تتكلم بالهاتف، لما لمحتك أقفلت الهاتف، ها في مشكلة. لذلك واللاتي تخافون نشوزهن، بطولة الرجل لا أن يحل المشكلة بعد أن تقع، بعد أن تظهر بوادر خفيفة جدا منها. واللاتي تخافون، لسه ما وقع النشوز، تخافون بس في ظاهرة، في فكرة، في تصرف صعب تفسيره. النبي الكريم لما كان ماشي مع زوجته، قال له هذه زوجتي، لصحابيين، لماذا
لألا يقعها بسوء الظن. تماما. علمنا منهج. قطع دغري التفكير السيء لديهما. أبدا. يعني أنت كنت بمكان مثلا نزلت بفندق لو فرضنا مؤتمر، واحد له زوجة مقيمة عند بنتها فرضا، هو فايت غرفته 7 أيام لحاله، مرة أجت زوجته لعنده على الفندق وفي واحد قاعد عم يراقب له، هذه زوجتي. نعم نعم. إنه بيظن إنه 7 أيام لحاله فايت للغرفة، المرة ليش مع واحدة؟ مباشرة التبيان حلال. نعم. إذا سوء الظن الذي نهانا الله عنه هو سوء الظن بلا دليل، ما في أي دليل. تأخر الزوج، وين كانت؟ وين بدي يكون؟ معروف باتجاهه الديني واستقامته وعفته، وكان بسهرة سهرة عمل أو مع رفقاته. لا، مع مين كنت؟ لا، كنت مع وحدة. لذلك حينما يكون سوء الظن بلا دليل يعد ذنبا من الذنوب. النبي الله عز وجل قال إن بعض الظن اسم. شو دقيق. بعض. إن بعض الظن اسم، ما كل الظن اسم. في سوء ظن عصمة وذكاء واحتراس وحرص واحتراس. سوء الظن عصمة، احترس من الناس بسوء الظن. الحزم سوء الظن، لكن كان يحذر الناس ويحترس منهم من دون أن يطوي بشره عن أحد. فلما الزوج بلاقي في ظواهر لا ينبغي أن تفسر تفسير واضح من زوجته، يجب أن يسيء الظن، أن يراقب. أما ما في أي أثر، ما في أي غلط، ما في أي مظهر يثير الشك، لماذا سوء الظن؟ مين دخل البيت عندك؟ مين بده يدخل يعني؟ أنت عندك زوجة شريفة من عائلة راقية مرباية صاحبة الدين، شو مين دخل هالكلام هذا؟ لذلك أحد أكبر أسباب انهيار البيوت سوء ظن بلا دليل. بلا دليل، يعني هي حالة اتهام. لا يحتمل طبعا. حالة اتهام. لا يحتمل زوج يسيء الظن بلا دليل، ولا تحتمل زوجة تسيء الظن بلا دليل. هالشكوك هذا. نعم. بيقول له شكاك دائما يشك. اسمها حالة سوء ظن مرضية. مرضية. تجاوزت الحد المعقول. كل إنسان بيغار على زوجته. صحيح. وكل زوجة بتغار على زوجها. نعم. ولو لم تغار الزوجة على زوجها لا تحب. صحيح. حريص عليه لأنه. والعكس صحيح. والعكس صحيح. نعم. أما حينما ترتفع نسبة الغيرة إلى درجة أنها اتهام مستمر والإنسان ما في حوله ولا شبهة، هذا سوء ظن يفسد العلاقة الزوجية. يعني في زوجة كل يوم في تحقيق مع زوجها، بتفتش جيابه، بيكون زوج ابن مسجد. نعم. ابن اتجاه ديني راقي جدا عفيف، يغض بصره عن محارم الله، يتهم بشيء يعني بعده عنه بعد الأرض عن السماء. فتش جيابه. أيوة. فتش افتح له موبايله. نعم. بتشوف شو. يعني أنا مثلا بجيب مثال بسيط إنه. نعم. لو فرضنا جامع فارغ ما في أحد إطلاقا، جالس واحد فيه وفي معطف معلق وباب المسجد مفتوح، هذا الإنسان في آلة تصوير خفية نظر نحو الباب لم يجد أحدا، فقام إلى المعطف أخذ منه 1000 ليرة وصورنا، يعني ممكن يتفسر الأمر على أنه سارق. لكن في احتمال يكون هذا الرجل هو الذي أنشأ هذا المسجد، دفع 50 مليون وهذا معطفه ولمح فقير. صحيح. لذلك صورة واحدة. صورة واحدة. واحد بيلاقي ليرة ذهب بالأرض انحنى وأخذها وضعها بجيبته وصورنا، إذا نوى أن يبحث عن صاحبها ويحط أخبار إلى في بعض المحلات أو في بعض الجرائد. نعم. فهي مأسورة وفضيلة، وإذ نوى أن يأخذها دون أن يبحث عن صاحبها فهي رذيلة. فإذا الصورة واحدة ما بتكفي، بدك التعليل. لذلك قال هذه زوجتي، هي يقاس عليها. نعم. الحساب أخي طلعنا خلاص، طيب أنا أعطيك مبلغ ضخم، المفروض أقدم الفاتورة وأنت بريء ومستقيم وورع وأمين. ومؤتمن. نعم. بس أنت ما بينت له، البيان يطرد الشيطان. صحيح. قدم الحساب، قال له هي مدفوعاتك وهي المصاريف، وطلع الرصيد صفر. هذا بيان هلا. نعم. إذا تداينتوا. نعم. والخطاب تبع أنه سوء الظن عصمة. نعم. أو أنه البيان يطرد الشيطان تنسحب على ملايين الحالات. نعم. يعني واحد فرضا سافر ووصى أخو زوجته أن يتفقد أخته. نعم. وما بلغ أحد من الجيران، هم رأوه مسافر ولقوا رجل يدخل للبيت بغيابه، أوقعهم بمشكلة. صحيح. من غيرتهم على جارهم ببلغ. أنا بودع جيران أما سافيك سنة، بودعهم
أنا والله وكلت أخو زوجتي يتفقد زوجتي بغيابه، فإذا كان شافوا رجال فات للبيت واضح تمام. أما في إنسان ما بيحكي فبينشأ إياه من عدم الكلام شر كبير جدا، شر كبير جدا. فإذا سوء الظن عصمة، والحزم سوء الظن، واحترس من الناس بسوء الظن. والله في غباء وفي سذاجة بعلاقات الناس تدمر. دفعت مبلغ ضخم لك ما في إيصال، لك ما في سند، ما في عقد، طب عقد يا أخي. المشكلة أحياناً بيكون مو المشكلة مع الطرفين، مع أولاد الطرفين. واحد حط وضع عنده أمانة مبلغ ضخم، طب ما كتب أمانة، توفى بحادث، الأولاد ما بيقبلوا يكون المبلغ أمانة، لقوا بصندوق الحديد. فلما إذا ما كتب أمانة في مشكلة كبيرة، أطعم أولاده المال الحرام. ولكل ابن إذا بده يصدق أي دعوة شفهية ما لها حل. هي صحيح. لك أنا قلي مع والدك 5 ملايين. نعم. هي بالأمانة. سيدنا ربنا قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هو الكتابة بتلغي سوء الظن، بتلغي احتمال. والخطاب لمن سيدنا؟ يا أيها الذين آمنوا. نعم. يعني واحد دفع مبلغ لشخص 600,000، قصة قديمة كتير بالسبعينات، كان دولار 3 ليرات، دفعه وقال له طيب عملي وصل، قال له هلا عشية حاعطيك البديل تبعه ما في داعي، قال له طيب. بس العصر مات بحادث، اجوا اهله قال له ما لكم عندي شيء. يعني في مشكلة، ما في وثيقة. ما في وثيقة. نعم. ايام الوعي القانوني، هو انا رأيي الشخصي المحامي مهمته مو ان يدافع عنك، ان يمنعك ان تقع، هي المحاماة الوقائية. نعم. قبل ما تعمل العقد اسأل محامي. نعم. المنع يعني. نعم. والاحتراز قبل القمع. نعم. كما يقولون. نعم. يعني أسباب المشكلة. نعم. أن تمنعها، لذلك يمتنع الإنسان أن يقع في المشكلة. للأزواج إذا في بوادر نشوز أبحاس وسيء الظن، لكن ما في ولا بادرة حسين الظن، أنه لابد من التسليم، أنه في جزء أساسي بحياتنا هو الثقة. إذا ما في ثقة تقف الحياة. صحيح. الحياة تقف كلياً. إذن في أرضية. في أرضية. ننطلق من خلالها. أما إذا في بوادر في مشكلة، يعني حساب ما أعطاك الحساب، طيب وضعت مال مع شخص ما أعطاك الحساب، ما أنا ما عندي حسابات، ليش ما عندك حسابات؟ هذا استثمار، أريد ميزانية. كل إنسان امتنع من تقديم حساب في عنده إشكال. تماماً. أنا معناه منحك رغبة أن تبحث. هذا سوء الظن. تمام. فسوء الظن يعصمه. أما ما في ولا بادرة، طيب قدم لك حساب واضح جداً وقانوني وفند لك يا فند لك يا أخي. ما بتعرف، الله بيعلم. هذا كلام هذا سيدي. أيام إنسان بينذكر اسم امرأة بيعمل هيك فقط. ورد في بعض الأثار قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. الله. أنت عملت هيك، عرفت شو حكيت؟ إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. 70 خريف. قالت له قصيرة عن أختها صفية، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. أيام بكلمة يرقى بها إلى أعلى عليين، وبكلمة يهوي بها إلى أسفل سافلين. وحعيد الحديث مرة ثانية، إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. نعم. طيب سيدي الكريم، هنالك من الأسر أو من الزوجات من يعانين من شح الزوج. نعم. ترى الزوج لديه مدخول، الزوج لديه مكنة مادية، الزوج يستطيع أن يصرف على هذا البيت، على زوجته وعلى أولاده، وأن يعيشوا بدون عوز بل ببحبوحة، تراه ضنينا. ولما بيسأل عن الموضوع، أنا من شأنكم بالأخير هذا الأمر، أنا لا أقول للذي ليس لديه مكنة أو قصرت يده عن العمل بشكل يعني يصرف على الأسرة وأن تكون الأسرة مرتاحة، أنا لا أقول عن الفقير، أقول عن المتمكن، هو له بواعث داخلية. هذه القضية تجعل في لوحة الأسرة خدشاً
نعم. يكبر ثم يكبر أو شرخا أو شرخا نعم. ماذا عن شح وبخل الزوج؟ أولا أستاذ علاء جزاك الله خيرا على هذا السؤال. أولا هناك أمراض خبيثة، سرطان تصيب الجسم، نعم. أقسم لك بالله إن الشح مرض خبيث يصيب النفس. الدليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء، قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك الشحيح إذا يتمنى أولاده موته أول شيء، وهي أكبر مصيبة أن يتمنى الذين حول الإنسان أن يموت. الشحيح يعيش فقيراً ليموت غنياً. الشحيح ربما دخل بماله النار ودخل أولاده بماله الجنة. الشحيح مريض مرض عضال، لذلك الكرم بيغطي كل سلبيات الإنسان، الكرم بيغطي ألف عيب، لأن النبي الكريم يقول ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. الله. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فدائماً يعني بين أنه واحد عايش مع أولاد وأهل يتمنون حياته يفدونه بأرواحهم، وبين أن يتمنوا موته وزواله. لو أنه أصابه مرض وجاء الطبيب قال له عرضية بينزعجه كثير. شو عرضية؟ نريدها قاضية ننتظرها بفارغ الصبر. فالشح مرض خبيث، مرض خبيث. وهو الكريم إنسان مؤمن بالله، يعني أنفق بلاله ولا تخشى من ذي العرش إقلالة، عبدي أنفق أنفق عليك ما نقص مال من صدقة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله كما تفضلت أستاذ علاء أنا لا أتكلم من فراغ، والله هناك أزواج يحصون حبات الفواكه بالبراد يحصونها، هناك أزواج لا يسخون على زوجاتهم بما يحتاجونه من الأمور الأساسية. البخل مرض، مرض خطير. أنا أنصح كل أولياء الفتيات ألا يزوجوا بناتهم لشحيح، أنه حياته جحيم لا يطاق، وأن يسأل عن هذا الزوج الذي تقدم أو هذا. لذلك ورد في بعض الآثار، ورد في بعض الآثار أحب ثلاثا وحبي لثلاث أشد، أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد، أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد، أحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. جميل. وأبغض سلاسا وبغضي لسلاس أشد، أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد، وأبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد، وأبغض الثالثة العاصين العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. لذلك قالوا الورع حسن لكن في العلماء أحسن، والعدل حسن لكن في الأمراء أحسن، والصبر حسن لكن في الفقراء أحسن، والسخاء حسن لكن في الأغنياء أحسن، والتوبة حسن لكن في الشباب أحسن، والحياء حسن لكن في النساء أحسن. الله. إذن مسألة البخل هو مرض، مرض خطير. نعم. لكن احتياطاً في ثلاث أحاديث هي مقاييس دقيقة. برئ من الشح من أدى زكاة ماله. أبداً. برئ من الشح. من الشح من أدى زكاة ماله. وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده. وبرئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. فالذي يؤدي زكاة ماله قد يكون دخله محدود وينبغي أن يتدبر هذا المبلغ في هذا الشهر، فأنت ما لك حق تحكي كلمة. هذا مقتصد. مقتصد ليس بخيلا. نعم. سيدي هذا مقتصد. أما البخيل من كان غنيا وهو يظن بماله، كما قلت قبل قليل ليس منا، هي ليس منا شيء خطير جدا أخرجه النبي من الإسلام. ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله. لذلك في باب الجنة لمن يدخل الفرح على قلوب الصغار. الله. باب الجنة لمن يدخل الفرح على قلوب الصغار. نعم. فلذلك الإنسان إذا أنفق يسعد. ما معنى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها؟ قال علماء التفسير إن هذه الزكاة تطهر الغني من الشح،
وتطهر الفقير من الحقد، وتطهر المجتمع من الفرق الطبقي الكبير الذي وراء الانحرافات والسرقات والاحتيالات حتى والدعارة، يعني نعم. أمراض لا يعلمها إلا الله تتلاشى إذا في كرم وفي كفاية. هلأ وتطهر المال من تعلق حق الغير به، أربع حالات: تطهر الفقير من الحقد، والغنية من الشح، والمال من تعلق حق الغير به، والمجتمع من التفاوت الطبقي الذي وراء كل انحرافات المجتمع. نعم. ما قال سيدنا علي نعم. لو كان الفقر نعم نعم, نعم. رجلا لقتلته بسيفي. نعم كاد الفقر أن يكون كفرا. نعم. فأنا بقول كاد الفقر أن يكون إرهابا أو قتلا أو جريمة أو اختلاسا أو سرقة. أنا لي تعليق لطيف أنه في أنصاري دخل إلى بستانه رجل وأكل من بستانه دون إذنه، فساقه إلى النبي على أنه سارق، فقال عليه الصلاة والسلام: هل علمته إذا كان جاهلا؟ وهل أطعمته إن كان جائعا؟ يعني أنت يجب أن تعالج قضية من بداياتها لا من نتائجها. نعم. فأحيانا بيكون الشح مرض وبيل يفسد العلاقة بين الزوجين، وتكره المرأة زوجها، يعني أكبر صفة الرجل بيقفز من قلبه. نعم. هيك نعم. العبارة الكرم. نعم. نعم. بتقول أفز من قلبي. نعم. ما تحترمه. نعم والله أعرف أزواج. نعم. أنا بعدها هي فضيلة فيهم، لو دعي إلى طعام نفيس لا يمكن إلا أن يأتي بمثله في اليوم التالي لزوجته. الله. والمؤمن يأكل بشهوة أهله. المؤمن يأكل بشهوة أهله. ماذا تشتهي؟ هي تؤثره في ما يحب من طعام، هو أيضا يؤثرها فيما تحب من طعام. هذا هو المؤمن. لذلك البيت جنة، البيت جنة من جنات الأرض، لكن يحتاج إلى علم وإلى فهم وإلى حكمة وإلى تدين وإلى صلة بالله عز وجل وإلى قلب رحيم. أنا أقول دائما في قانون اسمه الالتفاف والانفضاض، قانون. نعم. الأب بحاجة إلى من يلتف حوله، أولاده وزوجته يلتفوا حوله، يحبوه، يخدموه، ينصاعوا له، يتلقوا توجيهاته باحترام بالغ. نعم. والأم بحاجة إلى كذلك. ما قانون الالتفاف؟ شو دقيق؟ فبما رحمة من الله لنت له. لنت له، يعني بسبب رحمة استقرت في قلبك يا محمد، هذه الرحمة انعكست لينا فالتف الناس حولك. ولو كنت منقطعا عنا لم تلأ القلب قسوة ولا انعكست القسوة غلظة وفظاظة فانفضوا من حولك. هذا القانون يحتاجه الأب. ولو كنت فظا غليظ القلب. نعم. لانفضوا من حولك. هذا القانون يحتاجه الأب. نعم. والأم والداعي والخطيب والمدرس وأستاذ الجامعة وأي منصب قيادي، قانون الالتفاف والانفضاض. شكرا لكل هذا الشرح إن شاء الله، وشكرا لهذه الوسعة الكبيرة من العلم والتنبه إلى أسباب الشقاق الزوجي. نعم. لدينا لسا المزيد أسباب إن شاء مزيد الله. إن شاء الله نكملها في حلقات قادمة. الشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. شكرا سيدي الأستاذ، وإلى اللقاء إن شاء الله. بكم يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.